الناس اللي ضحكتها حلوة وسنانها بيضة لما بيجوا يضحكوا ضحكتهم بتنور وشهم. وعلى الجانب التاني الناس اللي بيكون عندهم مشكلة في سنانهم بيبتدوا ان هم يحطوا ايديهم على بقهم، وفي نفس الوقت كمان صور الفيسبوك والانستجرام بيبتدوا ان هم يقفلوا بقهم. فموضوع تجميل الاسنان ما بقاش موضوع ليه علاقة بالعياقة او الفاشن او نوع من انواع الكماليات، على قد ما هو موضوع ليه علاقة كبيرة جدا بالثقة بالنفس. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن امور كتير جدا تخص الأسنان وتجميل الأسنان مع دكتور ماجي هاني. أهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بيكي. منورانا النهاردة. ميرسي ميرسي. بداية يا دكتور، دايما نقول إن البنت اللي ابتسامتها حلوة البنت دي بتكون جذابة، فإحنا عايزين نعرف بداية تبيض الأسنان اللي هو أكتر حاجة بتخلي الابتسامة حلوة بيجي إزاي أو إيه هو أصلا؟ بصي، السؤال ده فعلا سؤال مهم جدا وسؤال كبير كمان قوي. تمام. الفكرة لما مثلا بيجي لي مريض او اي حد ويقول لي يا دكتور انا عايز ابيض سناني، احنا بنقيس كذا حاجة. واحد بنقيس هل مثلا هي شكل سنانها مظبوط ومرصوص بطريقة رائعة او منظمة تمام لدرجة ان هي بس محتاجة لون، تغيير لون، ولا هي تمام مثلا محتاجة اصلا ان هي شكل سنانها بطريقة aligned او ان هو مرصوص بطريقة مش مظبوطة، فمحتاج ان انا اعيد الرصة بتاعته. ومن هنا باخد بقى القرار المناسب. فمثلا لو هي فكرة التغيير بس في اللون، بيبقى عندنا كذا يعني اوبشن. احنا الاول ممكن نظبط حاجات في السنين، ان احنا نعمل هوليوود سمايل مثلا، ولا دي حاجة تانية؟ بالظبط كده، تمام. هيود سمايل دي ساعات برضو بستخدمها في حاجتين، انه يا اما بغير لون او اني بس بغير بظبط كمان جزء من الشكل بتاع السنين عشان تبقى مظبوطة مرصوصة كلهم نفس الطول صف كده. صف كده. بالظبط. فالتبييض مثلا لو احنا بنتكلم على التبييض بس، يعني السنان مرصوصه بطريقه رائعه ومنظمه وانا بس عايزه افتح لون، بدي للمريض هنا حاجتين. يا اما بعمله تبييض في العياده، ده بيبقى مثلا مدته نص ساعه او ساعتين على حسب هو عايز يفتح كام درجه. دي حاجه. تاني اوبشن بديها له انه ممكن يعمل ده في البيت، بس وفي هو بيبقى ناس عارف مثلا الفترة اللي هتقعد معاه هتكون قد ايه بالتبييض ده. بالظبط كده. بالظبط، انه انا بديله انستراكشنز او تعليمات معينه، بقول له انت هتحط الجل ده مثلا كل كذا، هتعمل كذا، هتغسله امتى، هتشيله فين، هتحطه على مدار الليل ولا لا، بديله كل السيكونس. احيانا المرضى بتحس انه لا ده تعب قوي، انا ممكن اعمله تحت اشراف طبيب، بيبقى وقت اقل، افكت طبعا اكتر، لانه انا بكون الطبيب برضو عارف شغله كويس قوي بيعمل ايه. فساعات كتيره جدا بيفضلوا ده. بالظبط كده. طب تبييض الاسنان دلوقتي بيكون ليه انواع، في حاجات مثلا بتتم في البيت، في حاجات تانية بتبتدي انها تتم مثلا عند الدكتور، فايه الافضل وايه اللي مش بيدور طبقة المينا اكتر؟ السؤال ده سؤال برضو مهم جدا جدا، لانه بعد ما بنبيض او بعد ما نعمل تبييض، تيجي المريض يقول لي انا كانت سناني حلوه جدا وبدات تسوس على طول، ودول السنين اللي قدام انا جاي اعمل تبييض، يعني جاي يكون شكلي حلو، امشي بعد مثلا 6 شهور او سنه الاقي كل التسويس ده حصل فيها. الفكره هنا بتيجي من نوع الماده اللي انا بستخدمها في التبييض. انا بستخدم نوع ماده ايه بالظبط؟ هل بستخدم حاجه ليها مثلا حاجه اسمها اف دي ده اي عند يعني الدكتور ابروفد؟ ولا في طبعا البيت؟ طبعا عند عند الدكتور. الدكتور. تمام. بالظبط كده. هل مثلا بيستخدم ماده واخده ابروفل او واخده من اكسبتنس الاف دي اي من الاف مثلا. دي اي مثلا انه انا ده، ولا بستخدم اي ماده وخلاص؟ المواد كتيره جدا، وان انا اقدر ابيض بطريقه او باخرى بطرق كتيره جدا. احنا بنسمع حتى على الانترنت حاجات غريبه وتعليمات كريمه، مثلا ليمون، لا طب نحط مش عارفه صوديوم ايه، مفيش الكلام ده كله بيضر، الكلام الحاجات ده دي كلها كله اصلا بتشيل طبقة المينا، مش ده خالص بتشيلها خالص. خالص طبعا، ده شيء مضر جدا. احنا حتى بنقول مثلا المريض لما بيشرب مثلا عصير برتقال او عصير ليمون، من فضلك من الحاجات فضلك اغسل الحمضية. سنانك. بالظبط كده. طب انا بره وهغسل سناني ازاي؟ اشرب بقى ميه، اشرب كوبايه ميه، اشرب اي حاجه تضيع الستريس او تضيع الاسيد، الحموضه اللي هو لزقها على اسنانك، ده طبعا خطر جدا. يعني كوباية المية نفسها ممكن انها تنظف الاسنان. طبعا طبعا. على فكره من هنا جت فكره انه انا مع الحاجه اللي بشربها بحط كوبايه ميه، يعني زي مثلا فكره القهوه دي بتتقدم على طول مع كوبايه ميه، او شاي بحطها جنبها كوبايه ميه. الفكره في انه القهوه والشاي دول بيبقى جواهم حاجات سكريات كتير،
هي محطوطه علشان نشربها بعد الشاي او بعد القهوه، لكن في ناس بعد ما نقدم لها الشاي مثلا وجنبها كوبايه ميه بيشرب الميه كده شرب الشاي، بتحس انه لا ما ينفعش احنا بيشربوا الميه الاول بعد كده الشاي. ايوه فلا المفروض انه انا بشرب الشاي وبشرب الحاجه المسكره بتاعتي. انا طبيعي جدا مثلا مش هعرف اتحرك بفرشه ومعجون في كل حته في اي وقت، فهعمل ايه هنا؟ فهنا مقابل ان انا بشرب كوبايه الميه او بمضمض بقي وبتفها او انه خلاص بشربها. وهنا حتى بنيجي نقول للام مثلا انه في اللانش بوكس من فضلك بعد ما تحطي مثلا مثلا حطيت له كيك، حطيت له اي حاجه مسكره، حطي فاكهه ناشفه او حطي خضار ناشف. ليه؟ لان احنا عندنا ميزه رائعه جدا، ربنا خلق لنا شكل اسناننا بطريقه حاجه اسمها سيلف كلين، يعني هي تنظف نفسها بنفسها، شكلها الاناتومي بتاعها او شكلها اللي ربنا خلقه عليه ينظف نفسها بنفسها. يعني دايما كمان لما نيجي ناكل حاجه مثلا بيبقى فيها الوان او فيها اي حاجه نبتدي نحس ان اسناننا زي كركديه مثلا، الاسنان نفسها تبتدي ان هي تبقى حمراء، بعديها بشويه نلاقي فعلا ان اللون الاحمر ابتدى ان هو يختفي. بالظبط بالسلف كلين اللي حضرتك بتقولي عليه. بالظبط كده، بالظبط جدا. فبنقول للام او اي حد بيتفرج علينا بليز بعد ما وسط ما هي حاطه في اللانش بوكس ساندوتشات ايا كان بقى، حاجات فينو حاجات طريه، حاطه له كيك، حاطه له اي حاجه، حطي له تفاحيه، حطي له خيارايه، حطي له جزرايه. لان الحاجات الناشفه دي بتعمل على طول هي لوحدها بتروح شايله الحاجات اللي هي بتساعد على البقايا. السيلف كلين. بالظبط، بتشيل بقايا الاكل لوحدها وبتخلي السنان نظيفه جدا. فانا مش لازم يعني زي ما بقول للناس انه انت المفروض تغسل سنانك يا دكتور يعني انا همشي بفرشه ومعجون، لا، امشي بازازه ميه وامشي بحاجات ناشفه، او امشي خلي في الوجبه بتاعتك تبقى اخر حاجه خيارايه، حته اي حاجه ناشفه هي هتعمل سيلف كلين لوحدها. ومن هنا حتى جت فكره انه القدماء المصريين ما كانوش عندهم فكره تسويس، التسويس ده كان عندهم مرض يعني نادر جدا وحاجه غريبه. ما كانش عندهم اي نوع من انواع التسوس او الذكي او اي حاجه من بالظبط. الكلام ده. ليه؟ لان كان اكلهم كله ناشف، ما هم مش بيسووا الاكل قوي او قبل كمان اكتشاف النار، فاكلهم كله ناشف فيري هارد فود، وربنا خلق لنا شكل السنان اصلا سالف كلين، فما عندهمش تسويس. طب وتبييض الاسنان اللي بيتم عن طريق ماتيريالز معينه موجوده في البيت ده بيتم ازاي؟ الماتيريالز المعينه اللي في البيت دي، ولو في كمان منتجات ليها علاقه بتبييض الاسنان برضو يا ريت برضو تقولها. بصي السؤال ده يعني انا زي ما قلت لك انه في الاول انا بروح للدكتور والدكتور بيخيرني ما بين الطبيب بنفسه هو اللي بيديك الماتيريال اللي تستخدميها او نوعيه الجل او الحاجه المعينه اللي انت المفروض تستخدميها في البيت، وبيقول لك طريقه التعليمات بالظبط تمشي عليها. ده مهم جدا جدا ان انا امشي عليها بالظبط، لا اقلل ولا ازود، لانه ده هيعمل تاكل في السنان وده طريقه مش مظبوطه. لو بنتكلم على السيلف كلين ان جنرال او بنتكلم على سوري الكليننج ان جنرال، انا في ناس كتير جدا مش بتستخدم حاجه اسمها دنتال فلوس او اللي هي الخيط بتاع السنان، ده مهم جدا. الفرشه بتنظف بس هو ممكن اللي يعني بره. ممكن كمان الخيط ده يكون خيط عادي مثلا ان احنا نبتدي ان احنا نعمل بيه الكلين بتاع السنان، ولا لازم الطبي؟ ان انا عارفه ان بيبقى فيه خيط طبي، لازم الطبي اللي نستخدمه؟ صح، لازم الخيط الطبي. ليه؟ لانه بيبقى محاط بطبقه من الشمع رقيقه جدا، فحتى لما هو نفسه بتنزل بيبقى بلاستيكي مش مثلا الحاجه التانية. بالظبط، فحتى لما بتنزل على اللثه مش بيعورها، لان هو يعني متحوط بطريقه معينه او بخيوط معينه وبطريقه شمع تبقى رقيقه جدا على اللثه. اللثه دي حاجه رقيقه جدا جدا جدا، يعني احنا المفروض ان احنا نحافظ عليها على قد ما نقدر. فبعد ان هو يغسل سنانه كويس قوي بالفرشه طبعا والمعجون وبطريقه معينه، ولازم لازم يستخدم الدنتال فلوس. وعلى فكره الدنتال فلوس في ناس بتبقى تستخدمه كتير قوي لدرجه انه يعمل يقطع في اللثه، ده طبعا مش حاجه مظبوطه جدا. احنا المفروض بنستخدمه بطريقه هاديه وبرقيقه حوالين اللثه رايح جاي بطريقه معينه. الفيديوهات دلوقتي كترت قوي، بس ما ينفعش ان انا اقول بس انا بمضمض بس انا خلاص بقيت بقى ايه خبره مضمضه، لا طبعا، كل حاجه ليها افكت وكل حاجه ليها طريقه معينه. وعلى فكره ده مش بيبيض بس بينظف السنان، فده برضو بيخليها فريش وبيخليها حلوه. فاهم قصدي؟ لانه في ناس اصلا طبيعتها اسنانها حلوه فاتحه، يعني دايما الناس مثلا الافريكان، الناس اللي في افريقيا ريجن، او مثلا الناس اللي هم بشرتهم اوريدي عندهم ميلانين كتير قوي وبشرتهم غامقه قوي، تلاقي اسنانهم فاتحه قوي.
والعكس صحيح، الناس اللي بشرتها فاتحه قوي قوي عشان تبقى نسبه الميلانين اللي هي نسبه الصبغه دي قليله جدا في جسمهم، قليلة جدا. فتلاقي سنان غامقة. السمع غامقه، فده اوكي ساعتها بحتاج طبيب. لكن الناس اللي سنانها اصلا فاتحه وكويسه، انا بس محتاجه انضف، لو انا نضفت كويس هتفضل محافظه على الطبقه دي، وهتفضل محافظه على اللون الجميل اللي هو طبقة خلقه المينا. ربنا دي على طول مدى عمرها. فدي طبعا حاجه رائعه جدا. بس عامة التبييض بيسبب ان هو بيعمل تآكل في طبقة المينا برضو، ان في ناس كتير بتبتدي ان هي تفكر انها تعمل تبييض، بس بتقول ان التبييض ده بيدمر طبقة موجودة في السنان، فده ايه؟ زي ما قلت لك ده اكوردنج للماده اللي بيستخدمها الطبيب. هل يعني في بستخدم مواد مش بتدمر طبقة خالص المينا. خالص دلوقتي في شركه، حتى احنا قبل ما نتكلم عنها يعني، دلوقتي بداوا يعملوا حاجات بعد التبييض بيحط لك ماده ترطب السنان، اللي هو يعني زي ما مثلا بعد ما عملتي حاجه في بس جسمك الحاجات دي بتبقى يا دكتور مرطبه. ماجي مش موجوده في مصر، يا حياتي كنت بتقولي ان هي موجوده في المانيا. يعني اي شخص دلوقتي عايز ان هو يعمل تبييض اسنان هيبتدي ان هو يعمل ايه؟ في حاجات هنا برضو في مصر زي ما انا قلت لك انه في حاجات برضو كويسه جدا ورائعه، بس بلاش دايما طموحات المريض بتبقى بيوند، يعني انا جاي سناني صفر جدا جدا وعايزه تبقى من غير يعني اي سايد افكتس يعني. بالظبط وبيضه بياض رهيب، مفيش حاجه اسمها كده. انا بفتح درجه او درجتين لمصلحتك يعني عشان نبقى في السيف سايد، بفتح درجه او اتنين. عايز بقى ان انا خلاص ابقى ابيضها التبييض اللي هو من اصفر قوي الى ابيض قوي، بتجه زي ما انت قلتي لهارد سمايل. وهارد سمايل انا بشيل 0.3 يعني بخربش السنه، بس انا بشيل، مفيش حاجه اسمها ان هارد سمايل مش بتشيل، حتى لو ايه انا يعني احنا بخربش بنشيل من السنة نفسها عشان نخليهم صف واحد. لازم لازم لازم. ولازم عشان اجيب لك الدرجه اللي المريض عايزها دي. ساعات بيجيب لي درجه تكون سنانه صفره جدا جدا وعايز درجه ايه بياض رهيب، يعني بياض احنا بنقعد نتريق عليه نقول بياض اللي هو بتاع الحوض، يعني بياض حوض بتاع التواليت او الحاجات زي دي، البياض الفظيع قوي ده مش هقدر اجيبه غير لما احط طبقه عليها. واحط طبقه ازاي؟ ان انا لازم اخربش السنه، فالخربشه دي انا بشيل حتى يعني لو احنا بشيل بنشيل من السنه نفسها ونبتدي ان بالظبط احنا نحط ماتيريالز من بره. بالظبط بالظبط ده الهارد سمايل. عشان كده انا دايما بقول انه لو انت ربنا مديك سنان حلوه مفيش حاجه ابدا تقدر تعوض نفس خلقه ربنا، مستحيل. على فكره حتى لو فقد سنه وهيركب زرعه، الزرعه برضه ما بتعوضش خلقه ربنا. خلقه ربنا لغايه النهارده وسط الطب ده كله وسط التكنولوجي دي كلها ما وصلناش لزيها ابدا. فلو انا اقدر احافظ على خلقه ربنا لا خلاص. بس لو السنه متكسره، لو هي معوجه، لو اصلا فيها ديفورميتي كبيره او فيها عيوب كبيره ومحتاجه ان انا اتدخل، فخلاص صح بقى ساعتها بعمل هولد سمايل، ان بعمل حاجتين. البنفيتس نفسها تبقى اكتر من الريسكس اللي عندنا. برافو بالظبط كده. عليكي بالظبط كده. فعشان كده تمام. في ناس كتير جدا بالرغم من انها بقى بتغسل سنانها كل شويه الا وان بيكون عندهم برضو نوع من انواع الاصفرار في سنانهم، فالناس دول يبتدوا ان هم يبعدوا عن الاصفرار والجير واللستين والحاجات اللي بتكون موجوده دي بالرغم من انهم بيغسلوا سنانهم، يبعدوا عن الحاجات دي ازاي؟ هقول لك الاول العنايه او الروتين. الروتين اللي المفروض يتعمل العنايه بالاسنان. روتين بالظبط العنايه كده. بالاسنان. احنا المفروض لما مثلا بنغسل بس سناننا، قبل بس ما يعني ما نكمل، في معانا دلوقتي اتصال من رضا. الو الو، السلام عليكم يا استاذه. عليكم السلام. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله. تمام. بقولك انا كان عندي جلطه وخفيت منها، بس كان عند حضرتك ايه؟ دم. كان كان عند عندي حضرتك جلطه. كان عندي لس جلطه بس جلطه. بس اوكي. جلطه بس اثرت على اسناني، اسناني اللي قدام وقعت في الاثنين، وقع منها اوكي. في الاثنين، وقع منهم واحد يعني، وقع واحد من كده. اهو حضرتك عندك سكر او ضغط؟ لا لا عندي سكر ولا عندي ضغط. اوكي. طب اتخبطت فيهم؟ اتخبطت في السنين اللي قدام دول؟ انا اتكفيت على وشي كده. ايوه اتكفيت على وشي كده لوحدي. اوكي. وبعد كده ايه كنت اللي ماسك حصل؟ الليل في حته عدنا جنب طرق كده، وجيت رايح استاكل واتحبست على الطريق. تمام. بعد ما هم وقعوا من بق حضرتك خالص ولا اتهزوا وبعد كده بقوا وقعوا؟ اتلغلغوا. ما جاتني الجلطه بعديها بقى اسبوع جت جلطه. تمام.
فرقت بقى، فمع العلاج ومع الجلسات بصيت ايدي اتنين وقت لوحديها. اوكي، واحدة ولا الاثنين اللي قدام؟ لا اثنين، الاثنين اللي قدام قدامين اوكي وقع لوحديهم. اوكي تمام، شكرا جدا لاتصال حضرتك. هو دلوقتي الفكرة في ايه؟ ان في ناس كتير جدا بتبتدي ان هي تحط الموضوع بالنسبة للسنان، ان انا عارفة الحتة دي، ان انت مثلا عندك مشكلة في سنانك، او اي مشكلة حصلت لك، عندك جلطة، عندك اي حاجة، هتبتدي ان انت تحط البروبلم نفسها في ايه؟ في سنانك، سلامتك. او البروبلم دي هتربطيها بدي، بحيث ان حضرتك فهماني ان احنا طبعا نربط صح الحاجتين ببعض. صح يعني من شويه برضو كان في يعني واحده زميله لينا في الاعداد كانت عماله تقول ان هي برضو كان عندها ان هي اغمى عليها، فعماله تقول برضو ان هي جايبه المشكله على اسنانها. فانا الحاجه دي لاحظتها، ان معظم الناس بيبتدوا ان هم يركبوا الحاجتين في بعض. ايوه مظبوط فممكن المشكله بتاعت حضرتك ان هي مش تكون مثلا ليها علاقه بالجلطه نفسها، او هي ليها يعني علاقة بالوقعة، بالوقعه نفسها بعد ما بالظبط. وقع هو ما خدش الإجراء اللي المفروض يتاخد. في بس مش جلطة، لا هي ملهاش ملهاش علاقة علاقة خالص بالجلطة، هو ده بالجلطة اللي احنا بنقوله. بالظبط، ملهاش علاقة بالجلطة، لكن الإجراء إنه بعد ما هو اتخبط، كان المفروض إنه بعد ما أنا اتخبطت السنة ساعتها بتاخد زي تشك، يعني بتبقى اتخبطت جامد فما بتبقاش احنا لسه عارفين طب هي حية طب هي ميتة طب هي تتهز طب هي طلعت طب هي نزلت. فبعدها بناخد اجراء، على فكره احيانا بناخد اجراء مش طبيعي، يعني تكون السنه سليمه وكويسه ما فيهاش اي حاجه وعمل لها حشو عصب، طب ليه؟ عشان تمسك مثلا. فالسيكونس بتاع انه تروما او بتاع انه هو يكون وقع او حصل لها خبطه جامده خبطة تروما. مختلف خالص خالص عن العلاج السام بتاع السكه الطبيعيه، اللي هو انا حصل تسويس اتوجعت هو ما فرحت بيبقاش للدكتور. عارف، يعني ان هو بيكون كمان اللي هي المعلومة دي هي مش بتبقى عنده، ان هو مثلا وقع فلا حصل كده. بالظبط، فالمفروض انه يعني انا حتى بدي دي النصيحه، بالذات بقى الاطفال او الاولاد هما بيجروا في المدرسه، وقعوا على وشهم، بيجروا في الحوش، بيلعبوا اي نوع من انواع السبورتس العنيفه، وحصل ده من فضلك على طول روحي للطبيب. طب يا دكتور ده مش بيشتكي منها، من فضلك روحي للطبيب. انا معانا كمان روحي اتصال تاني كمان من منار. الو اتفضلي. الو، الو، السلام عليكم، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. بصي، انا كنت عاملة حشو في سنين لما كنت واعرة صغيرة، تمام فالحشو ده لما كل شوية بقى اتغيره كده، يعني كل شهر، ف يعني لونه اتغير جامد، طبعا وسنين نفسها لونه بدأ يصفر جامد، فمش عارفة اعمل ايه، مش لاقية لها حل. طيب بصي هقول لك حاجه، انت علشان وقعتي وبعد كده بقيتي تحطي لها حشو، احنا بنحط لها حشو زمان وانت صغيره علشان ساعتها ما كانش ينفع ان انا اركب لك طربوش، لان السنه خلاص هتتغير. ليه؟ لان لما انا اتخبطت فيها خلاص انا فقدت الحياه بتاعت السنه، ولما بفقد الحياه او هي خلاص بتموت، لون السنه اوتوماتيكلي بيغير مع الوقت. فهي صغيرة او الشخص مثلا اللي بيجي لنا اقل من 16 سنه مش ببقى اقدر ساعتها ان انا احط له طربوش اقوله عشان يغطي السنه ويبقى شكلها حلو. فبنعمل ايه؟ بنعمل حشوات لغايه لما بتوصل عند السن المناسب اللي هو مثلا 18 سنه، وبعد كده ببدا اركب لها طربوش مكان يعني بظبط السنه وبركب لها طربوش عشان يبقى نفس الشكل السنان اللي جنبها بالظبط. فعلى فكره المشكله دي فعلا بسيطه جدا، وانا اشجعك قوي قوي تعملي طربوش، بس تعملي طربوش، لكن طول ما انت هتفضلي تعملي تغيري الحشوة، الحشوة دي للأسف مش هتعيش، لأنه خلاص هي معمولة من زمان. تمام يا دكتور. نرجع بقى لموضوع حلقتنا دلوقتي، واحنا كنا دلوقتي بنتكلم عن اصفرار الاسنان، بالظبط ان في ناس بقى بيبقى عندهم اصفرار في الاسنان وستين وجير وحاجات كتير جدا، وبالرغم بقى من ان هما بيغسلوا اسنانهم على طول الا وان الحاجات دي بتفضل موجودة معاهم، فايه بقى السبب؟ بصي السؤال ده فعلا مهم جدا ورائع، وكمان بيكملوا يقول لك ايه طب يا دكتور ده انا ازاي ده انا بغسل سني يوميا، ده انا بغسلها صبح وظهر وليل ومع ذلك بتنزل دم، ومع ذلك بتوجعني، ومع ذلك حضرتك بتقولي دلوقتي ان انا عندي جير، ازاي عندي جير وانا على طول بغسلها وهي ليه مصفرة كده؟ الفكرة في ايه؟ تمام الفكرة بالظبط في انه انا دلوقتي انا بغسل سناني،
السن البغسل السنيه دي ملهاش اي علاقه بفكره الجير، او ملهاش علاقه بانه انا بغسل السطح اللي من بره. ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي لما باكل بالظبط، احنا هنتكلم انه هي دي سنتي ودي اللثه، هي حتى لونها بامبا فدي حاجه كويسه. اللثه الصحيه دايما بتقول لها بامبا، بيل بيل بينك، يعني البيل بينك اللي هو الدرجه الفاتحه الفاتحه خالص. فلما الاقي لثتي لونها غامق قوي قوي، يبقى انا اعرف ان في انفلاميشن او في حاجه مش صح. لو لثتي بتنزل دم وانا بغسلها، لازم برضو ان انا اهتم ولازم ازور طبيب. بس اللون الابيض اللي بيبقى موجود في اللثه ده بيبقى التهاب دايما، مش كده؟ بالظبط كده، يعني هي لازم تبقى بيل بينك، بس لو قلبت على ابيض يعني حاجه فاتحه جدا، لا ده التهاب في اللثه. بالظبط كده. ايه اللي بيحصل بقى وانا بغسل سناني؟ وطب وليه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي الجير احنا لسه فيها ملي، مش اتاتشد يعني مش لازق قوي على السنان، في ملي صغير. احنا بننظف السنان كده، في ملي صغير بيترصد تحت اللثه اللي هو في الجيب ده بالظبط هنا، ده الفرشه مش بتوصل له، ولا الناس بتكون عارفه، هي بتكون شايفه انه ده من فوق كويس وخلاص ما فيهوش اي حاجه، بس الجيل ده بيترصد هنا. طب انا ما اهتمتش وما رحتش للدكتور وما كبرت دماغي، ولا انا خلاص بغسل سناني وكويسه، الجيل ده بيبدا ينشف جدا جدا، يعمل حاجتين او يعمل اكتر من حاجه كمان، يعمل اصفرار للسنه بتاعتي، يا اما يخلي اللثه دي تبقى لونها احمر قوي قوي لانه بيدوس عليها، او ان يعمل جيب. يعني ايه؟ يعني يقطع في اللثه وينزل تحت فيعمل جيب، يوسع اللثه، يا اما انا اوسع اللثه لبره او اوسع اللثه لجوه. بالظبط كده، او اني تبقى مترصبه كتير جدا فيبقى يديني شكل الاصفرار بتاع السنان. فهنا بنقول ان انا لازم ازور الطبيب. ممكن يدخل كمان الجير ده جوه السنه نفسها، هو مش هيدخل جوه السنه بس هيدخل ما بين السنه وما بين اللثه. فيعمل حاجات كتير جدا، يعمل حاجات كتير جدا جدا. فعشان كده بنقول انه انت بتنظف سنانك رائع جدا، حاجه حلوه قوي قوي قوي، بس ده ما يمنعش خالص من ان انا لازم ازور الطبيب بتاعي كل 6 شهور. الطبيب هيعمل ايه بقى؟ هيشيل الحته دي، هيشيل الحاجات اللي هي في الحته دي بالظبط. فاما فاحيانا المرضى بيجي لي بقى متاخر قوي، يعني ايه؟ يعني لسه تكون نازله. فاكره انت حتى قلتي لي ان انا عندي صديقه ليا بتضحك اسنانها بتوجعها. طب بتوجعها ليه؟ هنا الجير ايه اللي عمل بقى؟ الجير نزل لتحت شويه، فاللي بان ايه؟ اللي بان جزء من الجدر. الجدر عندنا متغطي بطبقه حساسه جدا، عشان كده ربنا خلق اللثه تكون متغطي عليها. فطول ما اللثه متغطيه الطبقه الحساسه بتاعه الجدر، انا تمام وكويس وبضحك ومبسوط وباكل وبشرب وحياتي حلوه قوي. ايه اللي هيحصل لو انا اللثه دي نزلت تحت؟ ايه اللي هيبان؟ الطبقه من الجدر. الجدر ده عليه ايه؟ بتاع الاسنان نفسه. بالظبط، الجدر ده عليه طبقه ايه؟ طبقه حساسه قوي. فمجرد اني اضحك شويه هوا، شويه اي حاجه صغيرين، تلاقيني مش قادره استحمل الم فظيع. كمان الجدر لونه مصفر اكتر بكتير عن السنان من فوق، فتحسي فالمريض يجي يقول ايه؟ انا اسناني صفر قوي، صفر قوي قوي، انا مش عارف اعمل ايه، ده انا بغسلها كل يوم يا دكتور، ده انا كذا. ليه؟ المشكله مش في كده، المشكله انه لو اللثه غطت الجدر ده هيبان الشكل ايه؟ الشكل يعني ممكن كمان من اكله احنا كلناها زي الفشار مثلا، من الحاجات اللي بيكون فيها زي حاجات صغيره بتبتدي انها تعلق كده في اللثه فتسبب الم. طبعا طبعا. الحاجات دي ممكن تقعد معانا كمان بالاسابيع. الفكره في كده ان الحاجه دي ممكن نكون احنا كمان مش حاسين بيها، بعديها باسابيع نبتدي نحس ان في الم في سناننا. طب احنا يا دكتور ممكن ناخد حاجه مثلا تطهر سناننا جوه البيت مثلا، زي او تطهر اللثه زي الدكتارين مثلا؟ انا بنصح بيه قوي كلوروهكسيدين. بالنسبه لي الماده الفعاله بتاعت الكلوروهكسيدين دي فيري امبورتنت. ليه بقى؟ ايه الماده الفعاله بتاعته؟ اللي هي كلوروهكسيدين. هو موجود في الهكسيتول، موجود في كذا حاجه. موجود مثلا في طمطم برضو موجوده فيه. بس الماده الفعاله بتاعه الكلوروهكسيدين دي مهمه قوي. ليه بقى مهمه قوي؟ انا كلوروهكسيدين بالنسبه لي بعد ما انا بغسل سناني، بغسلها بالفرشه، بغسل المعجون وخلاص تمام، بعد كده ممكن امضمض. بعد ما مضمض ايه اللي بيحصل؟ الماده دي بتترسب على اللثه وعلى السنان فبترطبها اكتر، بس المضمضه لا تغني عن الفرشه والمعجون. الفرشه والمعجون هما اللي بيشيلوا، لكن الكلوروكسيدين هو الماده الفعاله اللي انا بكون عايزاها تتساب على اللثه او تتساب على السنان
فتدي نضارة أو تدي مش نضارة بس تدي فريشنس يعني للثة ولصحة الفم كلها. هيمنع من الألسر زي ما انت قلتي، يمنع من الحاجات اللي هي البوتش البيضة اللي تلاقيها مثلا بتطلع مع مثلا في فيروس معين أو في حاجة معينة، أي مشكلة في الأسنان نفسها. بالظبط بالظبط، فدي حاجة مهمة جدا يعني، سؤال فعلا. طب أنا عايزة أعرف برضو اسم كام دواء أو اسم كام حاجة بتبتدي إن هي تشتغل على الحتة دي، بحيث إن الناس برضو يكون معايا روشتة كبيرة في أتسخن. بصي، لو أنا بتكلم مثلا على فكرة المعجين أو أنواعها، حاجة بتقتل الفطريات وفي نفس الوقت كمان بتضيع من التهاب اللثة. في سنسودين انا فعلا بنصح بيه بجد، تمام. في منه انواع كتيره قوي، وفي منه كل حاجه ليها نوع يعني. في للسنسيتيفيتي للناس اللي لثتها واقعه لتحت، هو عنده ماده فعاله، الماده دي اللي جواها هي اللي بتترسب على الروتس او على الجدر، فبتخلي انه البيشنت بعد كده يقدر يضحك ويبقى مبتسم ويحس بسيفتي. في حاجات للوايتنينج يعني، في حاجات للتبييض، انا بنصحها قوي 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 بعد ما المريض يروح للدكتور يعمل التبييض ده، انا انصحه يكمل على دي، على المعجون سنسوداين فور وايتنينج. ليه بقى؟ للسنسيتيفيتي بتاعت السنان نفسها، ان الاسنان بعد التبييض دايما بتبقى حساسه جدا، فاحنا بالظبط. وكمان انا عايزه اخلي الدرجه البيضاء اللي المريض حصل عليها اطول فتره ممكنه. بتطول المده نفسها. بالظبط بالظبط، فدي حاجه طبعا رائعه جدا. يستخدم الفرشه السوفت، اورال بي عامله حاجات حلوه جدا، سيجنال برضو عامله كذا نوع لطيف. من فضلك بلاش ياخد اي انتيبيوتيك مثلا لو هو حاسس بوجع، مش اي انتيبيوتيك لازم يتاخد. الناس بتبلبع اوجمنتن، بتبلبعه بلبعه، لا طبعا. انا باخد ايه ليه؟ عندي كام سنه؟ ايه اللي حصل عشان اخد ده؟ احيانا بيبقى بس المريض محتاج مثلا الفنترين بس محتاج حاجه انتي انفلاماتوري، حاجه بس للالتهاب نفسه. بالظبط، وخلاص مش محتاج ابدا ان انا ادي له اوجمنتن 1 جرام دوزج عاليه جدا. اوجمنتن رائع رائع بس في حالات، برضو جرنانتن رائع بس في حالات، ديليسن سي رائع بس في حالات. فانا بلاش ان انا اخد ابقى انا اقول خلاص انا اسناني وجعتني فالدكاتره بيقولوا ناخد كذا. بنصح جدا دلوقتي، طب انا اتوجعت، عندي وجع في اسناني رهيب، عندي الم، عندي تسويس، واحنا في الفجر مثلا وانا مش عارفه اعمل ايه، بنصح جدا بكاتافاست. كاتافاست يتاخد على ميه ساقعه متلجه، بس ده هيبقى مسكن يعني، هو مسكن عادي. بالظبط، يتاخد على ميه ساقعه متلجه. ليه؟ علشان الكاتافاست طعمه الوحش او طعمه التقيل اللي بيروح مع الميه ساقعه متلجه. لو انا طب ما عنديش كتافوست مثلا، ما عنديش المسكن ده، باخد كتافين بس مش باستمرار، بحيث ان هو برضو ما يسببش مشكله في الليفر مثلا او في اي حاجه من الكلام ده. طبعا، علشان كده زي ما بقول لك انه بلاش اخد حاجه، اتصل بالطبيب، اتصل باي اي دكتور، اسال الزمايل، اسال على الانترنت. يعني مثلا برضو مثلا لسه جايين لي حاله، مثلا حد عنده ليفر ديزيز وعنده كده، يعني مثلا حد عندها فيروس سي مثلا، وهي الديزيز عندها ليفر ديزيز، ما ينفعش ان انا اديها اي انفلاماتري انتي انفلاماتري قوي جدا، مثلا بديها ايكوبيتيل، فهو بيبقى برضو بيشتغل انتي انفلاماتري وانالجيزك وكل حاجه رائع، بس هو هادي جدا على الليفر، مش بيبقى عنيف جدا فيدمر لها الليفر اكتر ما هو اصلا تعبان. تمام، فكل حاجه ليها ليها. تمام، شكرا جدا يا دكتور. بس دلوقتي هنطلع في فاصل سريع ونرجع نكمل مواضيعنا الكثير عن الاسنان. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين موضوعنا مع دكتور ماجي هاني. ودلوقتي يا دكتور بقى في يعني موضوع مهم جدا، وهو ان في بنات كتير جدا بتبتدي انها تركب زي انماز او اكسسوارز كده في اسنانها، فالحاجات دي اصلا بتضر الاسنان ولا ما بيكون عادي ان احنا نركبها او ان احنا نستعملها مفيش مشكله؟ الاكسسوارز حاجه حلوه وحاجه
بالعكس هي بتدي شكل جمالي على فكرة حلو جدا، وبتبقى شكلها جديد. بس هي مش المشكلة في الاكسسوارز نفسها، المشكلة في نوعية اللزقة اللي انا بلزقها بالاكسسوارز نفسها. هل انا بستخدم ايه اللي بشيلها؟ وهل مثلا الطبيب بيشيل حاجة من السنان ولا لا؟ فانا بنصح انه بلاش تشيل حاجة من السنان خالص، يعني حتى لو الطبيب قالك مثلا يعني ان انا هنشيل حاجة من السنة نفسها عشان يبتدي ممكن ان احنا اشيل طبقة صغننة، في دكاترة بيتشيل طبقة، وفي ناس تقولك لا انا معايا نوع لزق كويس جدا مش محتاج خالص ان انا اشيل. فانا انصح ان الناس تستخدم ان هو اللزق على طول، ما نشيلش حاجة من السنان، خلقة ربنا محدش ابدا ممكن يعوضها، فدي تمام. حاجة مهمة يعني جدا. وبس انا بنصح ناس كده جدا تعملها لان هي بتدي شكل حلو، مثلا لو عروسه، لو على فكره هي مش بتقعد كتير يعني، كل بيشنت على حسب، بس مثلا ممكن تقعد شهرين، ممكن تقعد 3، بس مش بتطول طب يعني الماتيريال نفسها بتاعت الاكسسوارز دي ممكن تأثر على طبقة المينا في الأسنان مثلا؟ خالص نهائي، لانه انا الاكسسوارز بتتحط يعتبر مش دايركت على السنان، في اللزق طبقة في النص فاصلة، بالظبط في كده سيباريشن في النص بالظبط فنمنع الحتة بالظبط. دي. فده مش بشيل همها خالص، بالعكس احيانا في ناس بتيجي بالاكسسوارز بتاعتها بتقولي دكتور ممكن انت تلزقي لي ده، بقولها طبعا مفيش مشاكل خالص، انا بس مجرد اني بلزقها يعني يعني نقول للبنات اهم خلاص حاجه. ركبوا ركبوا، اكسسوارز في لا اسنانهم. ركبوا وينبسطوا مفيش مشاكل خالص. خلاص تمام يا دكتور. في حاجة تاني، وهو ان في ناس كتير جدا بتبتدي انها لما تيجي تشتري فرشة اسنان بتبقى مش عارفة ايه الحاجة المناسبة ليها او المناسبة لسنها مثلا او لنوع الاسنان بتاعتها، مثلا اسنانها حساسة يعني قوية شوية، فايه نوع الفرشة اللي المفروض يستخدموها؟ بس نوع الفرشة ده حاجة مهمة قوي، تمام. لأن كل واحد ليه حاجة معينة. يعني أنا دلوقتي مثلا أنا حد عندي التهاب في اللثة، وحد عندي كل ما مثلا بستخدم الفرشة لثتي بتنزل دم ومش بتستحمل وبحس بتآكل، يعني في ناس تقولي بقي كله بيوجعني بياكلني كده. بياكلني بالظبط كده، فهنا بستخدم فرشة نوعها سوفت تكون ناعمة جدا جدا جدا. وهنا ادي نصيحة انه لو انا دلوقتي مثلا بغسل الصبح وبغسل بالليل، في نص النهار ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب الفرشة دي وبلها بشوية مية واعمل مساجنج للثة. يعني ايه؟ يعني بس بحطها على اللثة واعمل لها واطلعها مثلا التحت من من غير تحت لفوق معجون. من غير معجون من غير اي حاجة، بس مساجنج برقة برقة بس بس دي لازم تكون فرشة أسنان ناعمة جدا 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 جدا. بالظبط. دي اسمها سوفت توث براتش، هي معروفة جدا، وعلى فكرة ساعات بيبقى مكتوب عليها، يعني يعني مكتوب احنا عليها دلوقتي it's معلش very يا دكتور soft. في حاجة مهمة، يعني الأسنان بنغسلها بفرشة واللثة نبتدي ان احنا نستخدم ليها فرشة تانية تكون ناعمة. لو ما صح ده المفروض صراحة يعني، وعلى فكرة انا بعمل كده، انا عندي نوع فرشة معين خالص خاص باللثة. بس افرض انا ما عنديش او ما عنديش الامكانية ان انا اجيب اكتر من فرشة دي او ما لقيتهاش، فبجيب الفرشة اللي هي السوفت اللي هي العادية جدا بغسل بيها أسناني. بس بعد كده لو أنا عايزة عندي مشكلة في اللثة وأنا شايف إن أنا عندي مشكلة في اللثة، بعمل زي ما قلت إن بحطها تحت المية بطريقة بس سريعة وبنعمها، مش جامد ومش بطريقة أجريسيف، طريقة هادية جدا، بعمل لها مساج كده بالظبط، اللي من تحت يبقى من تحت لفوق واللي من فوق يبقى من فوق لتحت، طريقة هادية ورقيقة، إن أنا بس أمشي كده كني بصرح اللثه، بعمل لها مساجنج بالظبط يعني احنا بنغسل الاسنان وفي نفس الوقت كمان بنبتدي ان احنا نغسل اللثه نفسها. بالظبط كده. وعاده يعني انا بنصح كل الناس لما تيجي تغسل سنانها حتى لو مثلا بالفرش، الطبيعي الناس تستخدم فرش ميديم. لو انا عايزه ابيض سناني قوي يعني زياده بستخدم الهارد، بس انا ما انصحش بيها. ليه؟ الهارد بتبقى اجريسيف قوي وبتبقى خشنه جدا، فبتبقى عنيفه خالص على طبقه المينا. فانا بنصح الناس تستخدم الميديوم، الميديوم حلوه الميديم جدا لسنانهم. بالظبط كده. ولو انا عندي مشاكل وانا شايف انه لا الدنيا مش كويسه، فانا استخدم السوفت، سوفت يعني حلوه لو حد مثلا عنده حساسيه في اسنانه او مثلا بيشرب ميه ساقعه ابتدي ان هي اسنانه توجعه شويه فيبتدي ان هو لا ده هو كده عنده حساسيه او سنسيتيفيتي في اسنانه فيبتدي ان هو ياخد الفرشه الناعمه. السوفت بالظبط تمام كده. السوفت. تمام. بحط الفرشة نصها على السنة ونصها على اللثة، ببدأ أغسل نصها على اللثة نصها على السنة وأبدأ أغسل من فوق وتحت بالطريقة سيركلر موشن من جوه، يعني بطريقة دائرية من جوه، بس تبقى تمام رائعة.
بعدها استخدم الماوس ووش او استخدم المضمضه. المضمضه تمام بالظبط كده، بس دي مش قبل دي ولا دي بعد دي. وبعد المضمضه يا ريت يستنى نص ساعه، ما يشربش ولا ياكل اي حاجه ولا حتى الميه. ليه؟ عشان الماده الفعاله اللي احنا قلنا عليها قبل الفاصل تفضل متواجده على السنين اطول فتره ممكن. يعني احنا ما ينفعش نشرب ميه بعديها؟ لا خالص، نص ساعه على الاقل. نص ساعه طبعا. عشان بس ما تاخديش الماده وتبلعيها، انا كده ما استفدتش حاجه منها. تمام، ان هي تنزل على الجي اي تي، فاحنا كده احنا ما عملناش اي حاجه خالص. بالظبط كده. يعني برضو يا دكتور عشان نجمع المعلومات تاني، ان اي شخص المفروض ان هو يبتدي ان هو يستخدم فرشه متوسطه، ولا هي ناعمه ولا هي هارد، مزبوط. او يعني مش سوفت ومش هارد، هي حاجه ميديم في النص. مظبوط تمام، بس لو حد عنده اي حساسيه في اسنانه يبتدي ان هو ياخد الفرشه السوفت. مظبوط. تمام، دلوقتي بقى يا دكتور عايز اعرف حاجه، مده استخدام الفرشه المفروض اصلا الرينج بتاعها الطبيعي بيكون قد ايه؟ الرينج الطبيعي عاده بيبقى مثلا 3 شهور، بس افرض انا قبل الثلاث شهور انا الفرشه بتجيلي كده بالظبط، بتبقى الفرق الشعر بتاعها واقف كده، فجاه مثلا بعد شهر لقيتها كده، لقيتها وسعت برميها. مجرد ان الفرشه الشعر بتاع الفرشه الهيرلا يوسع بيبقى كده، او يفتح شويه، خلاص انا محتاج ان انا ارميها، لانه في يعني نوعيات للاسف بتبوظ بسرعه، فلما بتفتح خلاص بتبقى الايفكت بتاع الفرشه مش بيبقى مظبوط، لانه مش بينضف صح. تمام، طب يا دكتور دلوقتي برضو موضوع هوليوود سمايل والفينير، هي دي اكتر حاجه دلوقتي البنات، يعني اي بنت بتبتدي ان هي عايزه ان هي تهتم بشكلها او تهتم بمظهرها وتكون البنت الجذابه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، لازم انها تعمل هوليوود سمايل. فهوليوود سمايل او الفينير بيبتدي ان هي السنين بتبقى صف واحد بس، يعني انا عايزه اعرف حاجه، الصف الواحد ده احنا بنحط له ماتيريال من بره زائد ان احنا بنعدل في السنه، ولا بيكون دي حاجه ودي حاجه، ولا ده بيبقى على حسب ايه يا دكتور؟ الهوليود سمايل او الفينير دي قشره بيضيه، يعني قشره إيه؟ يعني عارفه زي الضوافر بالظبط اللي تمام بنركبها على ضوافرنا، قشره يعني انا ضوافر بركبه على ضوافري. تمام بس بعمل ايه فيها؟ انا بشيل طبقه صغيره جدا، يعني بشيل 0.3 يعني اقل من نص ملي، بس انا بشيل جزء، لازم اشيل جزء، اشيل حتى او اخربش السن زي ما بيقولوا، يعني بشيل حاجه صغننه جدا جدا. هنا بكون حافظت برضو على المينا اقصى حاجه ممكنه، وفي نفس الوقت اديت المريض او اديت الشخص الايفكت الرائع باللون الجميل. كمان بتترسم عن طريق الكمبيوتر، فبتبقى بالظبط مقاسات صف واحد بالظبط جدا، وكل وش عليه مقاس مختلف، فانا بصور المريض بياخد مقاساته على الكمبيوتر، وبعد كده بندخل الداتا دي الارقام، فبتطلع لنا الداتا بقى المفروض ان السنه دي تكون هطولها قد ايه، عرضها قد ايه، الالتواء بتاعها انهي درجه، فلكل حد ليه حاجه معينه، فتبقى الكمبيوتر بيعمل لها حاجه مظبوطه جدا رائعه، فبتطلع بقى شكلها اكتر من رائع يعني. وعلى فكره هي بتعيش جدا وبتبقى رائعه. مدتها قد ايه؟ بتستمر قد ايه؟ تستمر العمر كله، مفيش مشاكل خالص ما لو اتعملت صح، يعني غير التبييض، يعني التبييض حضرتك كنت بتقولي انه مدته مثلا ممكن توصل لستين، ست شهور. لست شهور. تمام، بس احنا بنتكلم على هوليوود سمايل دي مدتها بتستمر العمر كله، بتبقى معاكي بالظبط كده خالص، ما بتغيرش ابدا، ولا لا هي لونها بيتغير ولا هي بتتفك ولا اي حاجه خالص، لو اتعملت بطريقه مظبوطه وسليمه ومتركبه صح وملزوقه صح هتبقى رائعه من غير اي مشكله، من غير اي سايد حاجه افكتس خالص او اي حاجه نهائي خالص خالص. السايد افكت بتاعها الوحيد ان انا بعمل ايه؟ بخربش جزء من المينا، او بشيل 0.3 يعني فاصله 3 من الملي، او يعتبر هو اقل من نص ملي. تمام، من طبقه المينا بتاعتي. بس احنا دلوقتي معانا اتصال من احمد. الو الو، الاتصال فصل. تمام يا دكتور، دلوقتي عايزه اعرف حاجه، امتى الشخص بيكون محتاج ان هو يعمل بوليشنج اللي هو التلميع، وامتى يكون محتاج ان هو يعمل بليتشنج اللي هو التبييض؟ البوليشنج انا بعمله بعد ما بنضف الجير، يعني احنا قلنا الجير ده بيعمل ايه؟ الجير ده بيشيل ايه؟ بيشيل الطبقه الصلبه اللي الفرشه مش بتعرف تنضفها. فبعد ما بشيل طبقه الجير دي بعمل حاجه اسمها بولشنج. يعني ايه؟ يعني بس بلمع
السنه واللسه يعني، بس بلمحهم يعني بولش بس، فاهمه اللي هو انا بس بقى بلمح. بصنفر بالظبط اه بالطريقه احنا العامه بنشيل يعني. الجير، بنشيل الستين، بنشيل الحاجات اللي مثلا ممكن نقول بالظبط الناس اللي بتدخن بيكون عندهم المشاكل دي، فاحنا بنبتدي ان احنا نعمل البولشنج للناس اللي بتكون محتاجه النيد ان هم يشيلوا الحاجات دي. بالظبط بس انا مثلا كبنت او اي بنت مثلا يعني هي مش هيفرق معاها قوي لو عملت بولشنج، ان هي اسنانها في الطبيعي هتكون مش محتاجه ان هي تاخد مثلا التلميع او ان هي تشيل جير او تشيل ستين، فده يكون افضل بكتير قوي للناس اللي بتدخن، بالظبط صح؟ بالظبط هما دول النيد ليها اكتر. بالظبط. وما اقدرش اعمل بولشنج، ما اقدرش المع او اصنفر زي ما احنا بنقول بس من هو غير ما احمد اعمل اتصل تنظيف. بينا تاني يا دكتور، معلش. الو الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. حضرتك كان عندي مشكلة برضو لسناني، طفرات مشكلة ايه؟ لسناني، كان مشكلة صفران كده. لون اصفر. حضرتك بتشرب سجاير؟ ايه؟ بتشرب سجاير؟ اه تمام، بشرب سجاير. طيب ما هو السجاير هي اللي بتعمل تمام. الاصفرار ده. وحتى اللي بيغسل الاحمال اللي تحتها بتورم كده زي الاحمال زيادة، شايفة؟ اه وبحس ان انا اصلا كده عايز بكرش فيها بفرشة السنان، اجي اغسلها في دم كده بينزل، بيكون فحاول مسمم ان انا كده. اخلي دم ينزل منها. تمام بص تمام انت عندك مشكلة بسيطة على فكرة جدا، انت عندك ايه؟ بس انت عندك مشكلة بسيطة وهي التهاب في اللثة، علشان حضرتك بتشرب سجاير وشكلك مش بتغسل سنانك او مش بتزور الطبيب بطريقة منتظمة. فانا تمام انصحك بايه؟ انصحك انك تزور الطبيب، هيعمل لك تنظيف، بس تنظيف ده مش هيكمل يعني نص ساعة، تعمل تنظيف وتمشي على المعجون والفرشة وكل المشاكل دي هتروح، مش اكتر ولا اقل يعني. انت مشكلتك كلها في نص ساعة زيارة للطبيب بس، وطبعا نحاول نقلل السجاير شوية على قد ما نقدر يعني. تمام بس في حاجة كمان يا دكتور حابة برضو ان انا اضيفها، ان كانت الدكتور بتقول ان انت عندك مشكلة في اللثة، فلازم برضو تاخد حاجة تطهر اللثة بتاعتك، فانت في ممكن تستخدم مثلا دكتارين، ده هيكون مناسب ليك برضو. تمام. او الهكسيتول اه او الهكسيتول برضو اللي الدكتور قالت عليه، الحاجات دي طبعا كلها هتفرق معاك جدا. طبعا. تمام يا دكتور، حضرتك نورتينا النهارده، وكان ميرسي، لينا الشرف بجد ان حضرتك تكوني معانا. اشكرك. وفعلا يعني في ناس كتير قوي ابتدت ان هي تسال اسئله، وانا بجد يعني شبه السكريبت اللي انا كاتباه النهارده كان كله من الاسئله بتاعت الناس، وحضرتك نورتينا جدا. ميرسي، شكرا ليكي. استنوني انا روان تامر في حلقه جديده من اجزخانه.